لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الخميس 20 سبتمبر، والنهاردة القمر موجود في برج الدلو من الساعة 2:10 الفجر. عندنا كمان عطارد والشمس الاثنين موجودين في العذراء، وعندنا فينوس والمشتري في العقرب، وزحل في الجدي، والمريخ في الدلو، وعندنا 3 كواكب بيتراجعوا، اورانوس بيتراجع في التور، وبلوتو بيتراجع في الجدي، ونبتون بيتراجع في الحوت. عندنا كمان النهاردة القمر بيقترن بكوكب المريخ عند درجة 2 من برج الدلو. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة اخيرا بيتخلصوا من معاكسة القمر، والقمر بيتحول للعمل لصالحهم، وعندهم النهاردة يوم مثالي علشان يكونوا في المقدمة، ويقدروا ان هم يحققوا تنمية في اعمالهم هايلة. كمان على الصعيد الاجتماعي ممكن يكون عندهم سعادة اجتماعية وتجمعهم بالاصدقاء اوقات ممتعة. نروح بعد كده لبرج التور. مواليد التور النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس معاهم، مطلوب بس من مواليد التور عدم المغامرة، يحاولوا ان هم يكونوا اكثر دقة في شغلهم، وما يدوش الثقة لأي شخص الا بعد التحري عنه. اشوف كمان انه مواليد التور مطلوب منهم ان هم يتحكموا في عصبيتهم عموما في كل التعاملات على جميع الأصعدة، لانهم ممكن يكونوا بيميلوا اكتر للعصبية. نروح بعد كده للجوزاء. مواليد الجوزاء النهاردة عندهم القمر في وضع داعم جدا، عندهم وقت مناسب عشان يحققوا فيه مكاسب، ويكونوا كمان مبتكرين، ويقدروا ان هما يكسروا حالة الملل اللي ممكن تكون مسيطرة عليهم في الفترة اللي فاتت. النهاردة يعتبر يوم رائع للجوزاء، فيحاولوا ان هما يستغلوه، لانه من افضل الايام النهاردة وبكرة، من افضل الايام لمواليد الجوزاء خلال الفترة دي. نروح بعد كده لبرج السرطان. مواليد السرطان النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده بيخلي مواليد السرطان عندهم وضوح في الخطوات، ويقدروا ان هم يأسسوا لمكانة قوية. كمان مواليد السرطان النهاردة عندهم فرصة ان هم يحققوا مكاسب مالية، وعندهم يوم مناسب للبيع وللشراء، ممكن يحققوا كمان تنمية للأملاك وللمدخرات. نروح بعد كده لبرج الأسد. ومواليد الأسد النهاردة للأسف القمر يعني بقى في مواجهة برجهم، وده بيتسبب ليهم في العصبية. ومهم قوي مواليد الأسد النهاردة ان هم يحاولوا يتعاملوا بتسامح مع شريك الحياة، بلاش يدخلوا في حواراتهم لطريق مسدود، ويتذكروا او يفتكروا ان لوم الاخر ممكن يؤدي بالعلاقة فعلا لطريق مسدود. الكلام ده ينطبق على العلاقة مع شركاء الحياة وكمان مع شركاء العمل. نروح بعد كده لبرج العذراء. مواليد العذراء النهاردة عندهم القمر في منزل العمل، وده يوم مهم جدا للعذراء، يقدروا يحققوا فيه تقدم ويبنوا وينجزوا في اعمالهم، وكمان يوم يقدروا يحسوا فيه بانهم احسن في النشاط وفي الطاقة، وصحتهم تكون افضل. نروح بعد كده للميزان. مواليد الميزان النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، يقدروا ان هم يحققوا تقدم في الاعمال، ويندمجوا بسرعة في علاقتهم مع الاخرين. كمان على الصعيد العاطفي، بما ان القمر في منزل الحب بيديهم طاقة عاطفية وقدرة ان هم يقربوا اكتر من الاحباب ويعبروا عن مشاعر ايجابية. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة القمر انتقل لوضع معاكس معاهم، فلازم ياخدوا بالهم، يحاولوا يكونوا متفهمين للظروف اللي حواليهم، خصوصا الاهل والقرايب، وكمان في العلاقات الاجتماعية يحاولوا ان هم يكونوا اكثر تسامحا ومرونة.
نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. النهارده عندهم القمر في وضع داعم في العلاقات، والنهارده مواليد القوس يعرفوا يشرحوا وجهة نظرهم حلو وبهدوء وببلاغة. كمان لو عايزين يعملوا انترفيو، مواليد القوس ممكن يكونوا موفقين جدا في اي انترفيو بيعملوه، او لو عاوزين يقنعوا حد بفكرة او يتفاوضوا على حاجة، النهارده كل ده متاح ان شاء الله لمواليد القوس. نروح بعد كده لبرج الجدي. مواليد الجدي النهاردة عندهم القمر في منزل المال، وده بيدفعهم ان هم يناقشوا الامور المالية ويهتموا اكتر باي امور مالية، بس مطلوب منهم ان هم يتجنبوا المغامرة ويحاولوا ان هم يعتنوا بحساباتهم اكتر. نروح بعد كده للدلو. ومواليد الدلو النهاردة عندهم القمر في برجهم، وده بيخليهم يعرفوا يوجهوا جهودهم صح، ويعرفوا ان هم يركزوا على الاعمال اللي هتعود عليهم بالفايدة. اشوف كمان ان مواليد الدلو النهاردة هيكون عندهم سحر وجاذبية جدا، وده ممكن يخليهم يجذبوا اكتر الجنس الاخر. نروح بعد كده لبرج الحوت. مواليد الحوت النهاردة عندهم القمر في المنزل ال 12، ومطلوب من مواليد الحوت النهاردة انهم يتجنبوا الاضواء ويتجنبوا الظهور وما يعلنوش عن افكارهم وخططهم. كمان مطلوب انهم يتجنبوا الزهو والفخر بانجازاتهم.